لا قول لي ايش الفوائد حق ال معاكي ها حقه تقول كذا تتكهرب تبعد الجراحة كلها يعني صحيح يعني انت شو ما اللي هو حقه ولا كيف؟ تتبخر ما اكل تتبخر تبخر بي تتبخر بال بالورق هذا بالاراك بالورق الاراك يه. النساء لما يه. تكون في النفاس. فترة النفاس يه. تتبخر بال منه ده تطرحه فوق نار كذا ورق الاراك ايه فوق نار ايوه خلاص وتقول كذا تكهب وخلاص كمان ما تتبخر و ينفع ينفعها ينفعها ينفع ينفعها كيف ينفعها؟ ليش؟ ينفعها يعني من الجراحه من الجراثيم خرج كل حاجه طيب او للزكام ولا كذا وللزكام يعني فحش كذا وقولها كذا شم تدخل في الراس الورد الريحه الورد الريحه قويه صح؟ ايه ورق الأراك طبعا هذا نتحدث على شجرة الأراك أيوة. المساوك هذا اللي خرجنا الآن شوف من هنا خرجنا مسواك هذا المسواك وإيش عاد كمان من فوائد عليه؟ ايش من الفوائد؟ للاسنان برضه للاسنان ايوه ايوه يبعد الجرثومه اللي داخل السن يبعد الجرثومه يعني من لما واحد مسوك ايوه يعني يخلي الفم صافي ايوه ايوه آه. يبعد الرائحه حتى رائحه الفم ايه ايه ما شاء الله هذا الفائده منه كل حاجه فيه فائده شم كذا شم 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 اوه ها حتى يبعد لك ال ها؟ الرأس ها الرأس يبعد والله لا ليش مش استعملته انتو؟ لا ما استعملنا لا فيك صداع كيف بشم 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 يعني لا فيك صداع الريحة قوي تطلع لهنا ايوه الريحة حق ال ايوه اراك تطلع للدماغ يبعد يبعد الجراثيم يبعد كل حاجة شوفها على ريحة حسين